دلوقتي هنعمل حركه زي دافع عن نفسي في حاله ان حد يحاول يرفع عليا سلاح، السلاح يبقى اتجاه رقبتي او اتجاه كده. اتفضل، ابتدي يحط ايديه بالشكل ده، تثبت انا ايديا يمين، هتحاول تبعد ايده للخارج وتنزل من تحت الكوع، وايده اللي فيها سلاح خلف ظهري هنا عمليه كسر، وابتدي اضغط برجلي اللي ورا ورا رجله، ابتدي اشيله على الارض وانزل بيه تحت فوق. هنشوف دلوقتي الحركه دي دلوقتي مع الكابتن. اتفضل، واحد سلم شيل ابتدي انزل. وبكده يا رب تكونوا استفدتوا معانا في نهايه فقرتنا، ومع تمنياتي ليكم بالسعاده. دلوقتي الحركه دي هتبقى عباره عن دفاع الشخص عن نفسه في حاله هجوم شخص عليه من بعيد، سواء هو معاه سلاح او مواد سلاح. الحركه هتبقى عباره عن ضربه رجل او ضربه قدم في منتصف البطن، بتحاول تعمل انصدام للخصم الامامي اللي هو الخلف، زائد ان هو يحاول يضربك برجلين. ازاي هحاول اتخلص من الضربه دي بشكل بروفيشنال شويه او متطور شويه؟ اتفضل، اتفضلي. دلوقتي هي تحاول تهجم عليه، هو يضرب في البطن، هيقوم برجوعها للخلف، هي تحاول تضربه برجليها فوق، هو هيفتح خط، هيبتدي يسحبها برجليها، وبكده هيتم اسقاطها على الارض. هي الحركه ازاي تتخلص من ايد شخص ماسكك من كتافك؟ اتفضلي. سكين من هنا بضرب في ظهر ايدي في الكوع بالظبط فوق، ببتدي امسك بايديا اليمين لايد الشمال، وبلف جسمي وانا ظهرها واحد، واخد ايدي الثانيه ابتدي انزل بيها لقدام على وشها بالشكل ده فوق. اتفضلي، ورينا الحركه معاها دي. بعض اللاعبين هتحاول تنفذ الحركه فيها، شوف اذا كانت تعلمتها ولا لا. تشيك، واحد انزل فوق، شكرا. دلوقتي الحركه دي ازاي ادافع عن نفسي في حاله ان حد بيحاول يطعني باي سكينه او باي حاجه في بطني؟ اتفضلي. بحاول تطعن بايديها بالشكل ده، انا ايديا الشمال او الايد الثانيه اللي مع اتجاه ايديها بتيجي من تحت ايديها، ابتدي الف، بمسك من عند المفصل الكوع بلف كده، السلاح بيبقى هنا، ايديا الثانيه بتبقى هنا، واحد ببتدي اضرب هنا، ببتدي انزل بايديا من فوق من هنا ورجلي وراها، جيبها على الارض وايديها تحت مستسلمه، فاضيه استسلام. ها فوق. دلوقتي نشوف برضو بعض اللاعبين اللي تقوم بتعليم الحركه. اتفضلي، واحد اوكي، ها اثنين ابتدي سكوت، انزل تحت. ها شكرا لكم، اتفضلي. مواهب أولادنا من